التواصل يستمر والأشواط تتوالى في أمسية هذه الليلة في انطلاقة هذا المساء. تابعنا 13 شوط في أشواط مساء هذا اليوم، حملت التحديات ما بين الحولي والزمول في سيطرة تامة وجميلة للشعار الأحمر، شعار يهجن الرياسة بالفوز والناموس. تهانينا على هذا التألق وعلى هذا الفوز. انطلاقتنا مع الشوط الختام وهو الشوط 14 في أشواط مساء هذه الليلة، يحمل الزمول العصايل وينطلق في 8 كيلو مترات. المسك على رأس حربة الشوط تعود ملكية سمو الشيخ محمد بن خليفة بن سيف النهيان. علي بن سعيد الوهيبي يتولى عملية التضمير، بينما المركز الثاني ياتي شاهين على ثاني المراكز، والمركز الثالث شاهين يحملنا شعار يهزنا الرياسة. يتقدم المضمر المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، بينما متعب يتدخل على المركز الرابع. متعب تعود ملكيته لسمو الشيخ احمد بن سعيد بن راشد النعيمي، يضمره فايز بن غافان بن حمد اليابري، بينما تاتي هناك تدخل من هجن ند الشبا ايضا شاهين، ضمره سالم بن سعيد كذلك شاهين من هجن العاصفه يتدخل يتولى عملية التضمير. غياث الهلالي، بينما المركز السادس شاهين من هجن العاصفة يضم غياث الهلالي. المركز السابع يتدخل شاهين من هجن الرياسة يضم محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. والمركز الثامن هذا ياتي فيه يتقدم الجسد ياتي بهذا الاندفاع والانطلاق. هذا هو ياتي من هجن الشحانية يضم محمد بن خالد العطية في هذا المسار وهذا اللقاء، بينما المركز التاسع من هملول من هجن الرياسة يضم اللي هو حمدان بن مروشد. والمركز العاشر هذا سلهود لسمو شيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم، ضمر طارش بن مبارك بالقوبع في هذه الانطلاقات. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام في هذا المسار للعشر المراكز الأولى في شوط الختام، وهذه الانطلاقة والاندفاع الجميل. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام على أرضية هذا الميدان، بينما عودة إلى المراكز الأولى في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع. عودتنا إلى المقدمة، نسير مع المركز الأول المسك يتصدر القائمة من الزمول ويتقدمهن في شوط الختام، يسيطر على المقدمة. تعود ملكية سمو الشيخ محمد بن خليفة بن سيف النهيان، يضمر علي بن سعيد بن مبارك الوهيبي منفرد عن المراكز المتبقية، بينما المركز الثاني يأتي في شاهين من هجن الرياسة يتقدم على ثاني المراكز، يضمر محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. أما المركز الثالث يتقدم شاهين من هجر العاصفة يضمر اللي هو غياث الهلالي يتولى عملية التضمير، بينما هناك الدخول من أيضا شاهين من هجن الرياسة على المركز الرابع يضمر محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. المركز الخامس تقدم فيه وياتينا في هذه اللحظات هملول من هجر الرياسة حمدان بن محمد بن مروشد. المركز السادس هذا شاهين من هجن الرياسة يضمر محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. القثقلاث أيضا ياتي
بهذا الاندفاع من هجن الشحانية، يتولى تضميره محمد بن خالد العطية، يتقدم على المركز السابع والمركز الثامن شاهين من هجن ند الشبا، يقدمه اللي هو سالم سعيد، والمركز التاسع من هجن العاصفة الشاهين يضمره قياث الهلالي، والمركز العاشر سلهود ياتي في المركز العاشر يقدمه طارش بن مبارك بالقوبع في التضمير. هذه النتيجة، هذه إذاعتنا الثانية في مساء هذا اليوم وفي غروب هذا المساء مع شوط الختام الذي ياتي ب هكذا العشر المراكز الأولى المتقدمة ذعناها على حضراتكم وإذاعتها للمرة الثانية على التوالي. نعود مرة ثانية ونتابع مسار الشوط لمن بيكون الختام. ما شاء الله الانفراد من المسك، المسك منفرد عن البقية. ركز يا سعيد يا بن مبارك، ركز مع هذا المسار ومع هذا الاندفاع. ما شاء الله منفرد انفراد كامل وانفراد كلي عن بقية الزمول، متقدمنهن بجدارة. هذا اللي هو المسك لسمو الشيخ محمد بن خليفة بن سيف آل نهيان، يضمره علي بن سعيد بن مبارك الوهيبي، يسيطر على المقدمة، يتقدم الجميع. بينما المركز الثاني ثاني المراكز يتقدم فيه وياتينا شاهين من هجن الرياسة، يضمره محمد بن زيتون المهيري على ثاني المراكز. المركز الثالث شاهين من هجن العاصفة، يضمره محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، يتدخل من الجانب الآخر هذا اللي هو هملول من هجن الرياسة، يضمره حمدان بن محمد بن مروشد. ياتينا هناك شاهين من هجن الرياسة، يضمره محمد بن عتيج بن زيتون المهيري المجازفة. بينما القثقثاث ياتي في هذه الانطلاقات، يضم من هجن الشحانية محمد بن خالد العطية، يتولى عملية تضميره وتدريبه مع هذا الانطلاق وهذا الاندفاع. بينما هناك في هذه التحديات، شوف اللي وصل، اللي وصل في هذه اللحظة وتدخل بقوة الرمادي، الرمادي لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد النهيان، محمد بن عبد الله بن ياعد الحميري يتولى تضميره. بينما ايضا هناك شاهين من هجن الرياسة مع محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، وهجن العاصفة تقدم شاهين في المركز وين الثامن، ويضمره اللي هو غياث الهلالي. والمركز التاسع شاهين من هجن ند الشبا، يضمره سالب سعيد، وهملول العاشر من هجن الرياسة مع حمدان بن مروشد. هذه النتيجة، هذه نتيجتنا للعشر المراكز، للعشر المراكز للمرة الثانية أو الثالثة، لا والله للمرة الثالثة الإذاعة. خلاص يمكن هذه آخر الإذاعة للعشر، ولكننا بنكون مع التنافس، مع تبادل المراكز. والله ما يبا سعيد مبارك هذا التنافس، يبا الانفراد هناك حتى خط النهاية. عموما على كل حال، ما شاء الله ما شاء الله، والله مقدم نوعية، نوعية بشعار سمو الشيخ محمد بن خليفة بن سيف النهيان وعلي بن سعيد بن مبارك الوهيبي، منفرد عن 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 بقية الزمول، منفرد عن بقية الزمول، ولكن واصلينك الجماعة المضمرين واصلين. غياث الهلالي وبن زيتون وبن ياعد الحميري ومحمد خالد العطية وكل المضمرين، وحمدان بن مروشد وسالم بسعيد. الله 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 الله، شوط الختام جميل جميل، شوط الختام للغاية للغاية. شوف شوف شوف، ولكن والله دير بالك يا ابو ناصر، يا سعيد يا بن مبارك الوهيبي دخيلك، خل هذا الشوط، هذا شوط الختام جميل بالمسك. ركز ركز على مسار الشوط وعلى القيادة في هذا المسار، في هذا المسار. المسك على رأس الحربة لسمو الشيخ محمد بن خليفة بن سيف النهيان، يدير تضميره ومتابعته علي
بن سعيد بن مبارك الوهيبي. المركز الثاني شاهين من هجن العاصفة يضم رغيات الهلالي. يا سلام، وهناك بن ياعد مقدم شعار هجن التراثة في هذا الانطلاق والرمادي وتاريخي هذا الشعار مع الرمادي، شعار سمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد النهيان مع المركز الثالث والمركز الرابع. هذا هو هذا المركز الرابع يتقدم فيها ملول مع بن زيتون وشعاره أو شاهين وهجن الرياسة في هذا الاندفاع. أوه يا شوط الختام، لمن شوط الختام مع غروب مساء هذا اليوم، مع غروب شمس مساء هذا اليوم في المرموم. لمن الختام، لمن الختام من الزمول، من الزمول شاهين من هجن العاصفة على رأس الحربة، ولكن بن ياعد الحميري، بن ياعد الحميري يا سلام مع الرمادي، مع الرمادي بشعار سمو الشيخ خالد، سمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد النهيان مع المركز الثاني. الثنين تنافسه، ولكن بن مروشد حمدان حرك حرك على الثنين، حرك على الثنين بشعار هجن الرياسة، بشعار هجن الرياسة. أوه سلام، يا سلام يا سلام، أوه يا هذا الشوط، حرك بن مروشد لتكون كل الأشواط رياسية في هذه الأمسية، ولكن هجن العاصفة وأيضا الرمادي، الرمادي ولكن هملول، هملول من هجن الرياسة على المقدمة على هذا الاندفاع. غير 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 على المقدمة. يا سلام ما شاء الله، لتكون النقطة الرابعة عشر للأحمر والشوط الرابع عشر من البداية إلى النهاية، ومع بن مروشد النقطة الثانية عشر للتضمير مع حمدان بن مروشد. ما شاء الله رياسية حمراء في هذه الأمسية، دائما وابدا هذا الشعار، شعار هجن الرياسة الذي الكل ينتمي له في هذا الوطن القالي لهذا الشعار، الشعار القالي. تهانينا والناموس، شكرا كذلك حمدان بن مروشد هملول على انتزاع الشوط الختام. المركز الثاني الرمادي ما قصر، قدم اداء جميل لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد النهيان. المركز الثالث شاهين من هجن العاصفة، المركز الثالث من هجن الرياسة، والمركز الرابع لسمو الشيخ محمد، أو المركز الخامس هذا المسك لسمو الشيخ محمد بن خليفة بن سيفان النهيان. هكذا كانت نتيجة شوط الختام. بنعود إلى التوقيت الزمني مع مخرجنا لنختم أشواطنا بالتوقيت الزمني على شاشة التلفزيون. 13 دقيقة 7 ثواني 4 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الرياسة، شكرا حمدان بن مروشد. بينما المركز الثاني الرمادي قدم توقيت زمني مقداره 13 دقيقة 10 ثواني وجزء واحد من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد النهيان، شكرا بن ياعد الحميري في متابعة التضمير. والمركز الثالث التوقيت زمني مقداره 13 دقيقة 15 ثانية وستة أجزاء من الثانية. شاهين من هجر العاصفة، تهانينا لغياث الهلالي إلى ملخص مساء هذا اليوم عند عبد الله القريب.